وأما القديانية فهي فئة صنعتها بريطانيا لأجل إثارة البلبلة، وخاصة لما قام بعضهم وأراد الجهاد بالاستعمار البريطاني فأنشأتها بريطانيا لأجل يعني توطيد لحكمهم، وأنه لا يوجد جهاد في سبيل الله وأنه كذا، فينسخوا، فلا يمكن أن ينسخوا الجهاد إلا برسالة، فادعى النبوة. وبهذه المناسبة أقول لأخي عبد الله يعني 6 سنوات وأنت هارب وخايف من المواجهة، ما تخاف، بس بقول لك بعد 6 سنوات ثبت أنك أنت اللي كذب وراك والقبر قدامك، وأنت هو اللي صنعاتك بريطانيا وحاميتك أمريكا، صنعاتك بريطانيا وحاميتك أمريكا، صنعاتك بريطانيا وحاميتك أمريكا. يا أخ معمر فيه رؤساء. وفي الحقيقة لا ينتشر هذا إلا مع الأعاجم، ولا توجد قديانية في بلاد العرب، ولا توجد قديانية في بلاد العرب، ولا توجد قديانية في بلاد العرب أبدا. لماذا؟ لأن النصوص عند العرب واضحة والأدلة واضحة، واللعب هذا بالنصوص لا يمكنهم أن يلعبوا بالنصوص بين بل هم أجمع علماء الباكستان، علماء أهل السنة الذين قرأوا الأردو وقرأوا كتبهم وعرفوا عقيدتهم عنكم، وأفتوا بقتل هذا وأفتوا بردة هؤلاء جميعا، وعرفوا عقائدهم عن كتب عن قرب، وعرفوا ما يدعون إليه جيدا، يعني وعرفوا عقائدهم عن كتب عن قرب، وعرفوا ما يدعون إليه جيدا، يعني أهل اللغة أنفسهم قد أجمعوا واتفقوا على أن هؤلاء مرتدون كفار ليسوا بمسلمين. أهل اللغة أنفسهم قد أجمعوا واتفقوا على أن هؤلاء مرتدون كفار ليسوا بمسلمين. جاء الإمام فبدلت أيامنا سعدا بعيد المحل والخسران، قدم المسيح على المنارة نزلت في الشام في بيروت في عمان في القدس، قد أما الإمام جماعة من نسل طه المصطفى العدناني، هم صفوة للصالحين وقبلة للمتقين على مدى الأزمان، حملوا لواء الحمد أول عهدهم والآن قد هبوا لنصر ثاني، تبعوا حبيب المصطفى وغلامه وأتوا إليه بلهفة الولهان، وأتوا إليه مبايعين بهمة يتسابقون إلى رضا الرحمن، يتسابقون إلى الفداء كعهدهم، إن عهدوا بذلوا دماء جنان، يبغون نشرا للسلام بعيدما ذبح السلام وديس في البلدان، وإذ البغاث على الأنام استنسروا وتسلحوا بالزور والبهتان، كانوا صقورا في السماء وفي الورى، كانوا لهم كالأسد في الميدان، فتحطمت من رعبهم صلبانهم وتراجعوا في ذلة وهوان، وتبددت سحب الدخان بنورهم ومضى اللئام بخيبة الخسران.